مرة أخرى عودة إلى نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس. حظيت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي باستقبال رسمي وجماهيري في مطار القاهرة عقب عودة البعثة من المغرب بعدما ظلت هناك نحو 20 يوما. توجهت خلالها ببطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية على حساب فريق الحمامات التونسية. وللمزيد في التقرير التالي للزميل عبد الرحمن جمال. تاريخ الاهلي مليان بطولات، اذا كان السنه دي الحمد لله ربنا كرمنا، تاريخ الاهلي مليان بطولات، اذا كان حصل توفيق في بطولات افريقيا الكلام ده بيبقى فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. اللعيبه اخلصت واحنا اخلصنا والنادي اخلص ومجلس الاداره اخلص والناس اللي شغاله في النادي اخلصت، فربنا سبحانه وتعالى بيدي على قد النيات. الحمد لله تعالى ربنا كرم، اتمنى ان لسه قدامنا الدوري ان شاء الله والكاس، ده نتيجه مجهود ربنا سبحانه وتعالى بيكلله بالنجاح. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ودانا كاس عالم الانديه السنه دي، الاهلي هو الاهلي وهيفضل طول عمره الاهلي. انجاز اول مره نحقق أيوة. بطولة افريقيا الابطال الدوري وبطولة افريقيا ابطال الكاس وبطولة السوبر على الغريم التقليدي اللي هو الزمالك. الحمد لله بشكر ربنا موسم استثنائي، ناقص ان شاء الله ناخد دوري والكاس ونبقى كده حققنا الخماسيه. في اكتساح السنه دي الاهلي في الالعاب الجماعيه نتيجه طبعا دعم الاداره واجتهاد اللعيبه واجتهاد الاجهزه الفنيه، وده مش من فراغ، شغل سنه كلها. والحمد لله الاهلي خد بطولة افريقيا في الفولي وفي الباسكت وخد 3 بطولات افريقيا في كرة اليد، وده ما حصلش قبل كده الحمد لله. عندنا بعد 4 ايام ماتشين في الدوري مهمين جدا هيحسموا بطولة الدوري، وبعد كده عندنا اسبوع، وبعد كده الاسبوع اللي بعده عندنا سيمي فاينل وفاينل كاس. فزي ما انت بتقول فعلا ما بنشبعش بطولات، واحنا السنة دي عازمين يعني احنا نحقق 5 بطولات ان شاء الله. الدوري اتحسب بنسبة 60% 70%، لسه عندنا 4 ماتشات نكسب منهم ماتشين ناخد الدوري باذن الله. انت افضل فريق تقريبا مصري افريقي حققت في كاس عالم انديه، انت كنت تاني كاس عالم انديه حدش حققها قبل كده، ان شاء الله السنه دي كمان نقدر نحقق الافضل ان شاء الله. الحمد لله ربنا كرمنا بماتش السوبر في البدايه على نادي الزمالك، ربنا كرمنا الحمد لله وكسبنا. طبعا دي ادتنا دفعه جامده جدا ان احنا لازم نحقق بطوله كاس الكؤوس، لان كاس الكؤوس ما مش هيبقى ليه طعم لو لا قدر الله كنا كسبنا السوبر وخسرنا البطوله الافريقيه. طبعا ده ادانا دافع جامد جدا ان احنا لازم نبذل اقصى حاجه عندنا عشان نكسب.